بسم الله الرحمن الرحيم. كل دولة بتعتمد على نفسها. اخدم نفسك بنفسك. طبعا ممكن الناس تقولك هو ايه مفيش الغاز بالمناسبة. كل دولة النهاردة مصلحتها. النهاردة كنا مع السيد الرئيس في مركز مهم قوي. مركز ده خاص بايه؟ اصدارات موثقة ومؤمنة وذكية. في طريق على طريق العين السخنة جنب العاصمة ناحية التانية من العاصمة الإدارية. المجمع ده كله شغله خاص بمين؟ بالبشر بالمئة مليون. وأحكي لكم حكايته بعد شوية لأنه محتاجة حكاية مهمة. ولكن هناك رسائل كثيرة اليوم من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لينا وللعالم ولإثيوبيا. تعالوا نشوف إيه اللي حصل النهاردة. الدول النهاردة تعتمد كل دولة على نفسها وكل دولة تقفل على نفسها كده وهنعمل إيه ومحدش بيدي حد حاجة. دلوقتي بقى العالم النهاردة عالم أناني كله مصلحتي أولا. إحنا دولة كبيرة. سيادة الرئيس النهاردة كان بيتكلم على الموكب، موكب 22 ملك وملكة اللي كان يوم السبت. رسالة، أنت عندك قادة عظام 3000 4000 سنة، يعني كان في دولة بقالها 4 و5000 و6000 و7000 سنة قادة موجودين. فدي الرسالة، إن أنت البلد التاريخك إيه بيقول إيه وحضرتك بتقول إيه ومستقبلك إن شاء الله بيقول إيه. وكل يوم تشوف في البلد بتعمل إيه والعالم يتعجب. هو امبارح كنا في مستقبل مصر، زراعة وأكل وأمن غذائي، والنهاردة أيضا في مستقبل مصر اللي هو أمن معلومات المصريين وسرية تداول معلوماتهم وسرية كل معلومة خاصة بكل مواطن. يعني هو يطلع لك رخصة أو بطاقة أو وثيقة شهر عقاري أو بتعامل مع مؤسسات البلد كلها، كل حاجتك مع الصحة وغيره كلها تكون مؤمنة. وكفاية عهد إنه تعدي عليا بكرة عشان الأستاذ فلان قافل على الختم. النهاردة ما يبقاش عندك ختم عشان محدش يعطل مصلحتك. بدل ما تروح وتقف وتاخد ساعة عشان تاخد وثيقة، النهاردة في 5 دقائق تاخد الوثيقة بتاعتك. والوثيقة ايه؟ مؤمنة اعلى مستوى من التأمين. الموقع النهاردة اللي تم افتتاحه اليوم شغال بقاله سنة تجريبي تحت التجربة، بقاله سنة 5 سنين بيتكلموا على المشروع ده محدش يعرف. زي حاجات كتير الرئيس قال النهاردة لو عايزين كل يوم زي ده افتتاحات هعملها لكم. هو حد كان يعرف حاجة؟ محدش كان يعرف. عرفنا امتى؟ لما الدعوات امبارح اتفضلوا لو سمحتوا بكرة الساعة كذا في المكان الفلاني. هو ايه الحكاية؟ عرفنا منين؟ محدش كان يعرف حاجة. ما هي البلد بتشتغل وما بتقولش الا وقت الافتتاح. بنتكلم على مش مبنى او بنتكلم على منشأة، بنتكلم على تحول حقيقي للدولة الجديدة. لانه ده مكمل للحكومة الذكية. مش احنا رايحين ان شاء الله العاصمة؟ ان شاء الله كم شهر جايين هتنقل العاصمة، مش كده؟ ما ده جزء من الحكومة الذكية. جزء انا كمواطن، انا قاعد النهاردة عايز خدمة بتاعتي. وزارة التربية والتعليم شهادات، مش كانوا بيضربوا شهادات؟ بيزوروا فلوس، مش كده؟ بيضربوا جوازات سفر، بيضربوا وثائق شهر، اراضي، حتى الاراضي. مش كان الناس يقول لك انا جايب معايا ورق بالمنطقة الفلانية الحتة الفلانية دي كذا ويبقى مضروب. الكلام ده النهاردة ينتهى، هينتهي بمعنى الدقيق سينتهي. للرئيس النهاردة قال سجلوا الحاجات والاراضي اللي كذا واللي مش عارف ايه وتبقى موجودة عندنا قدامكم 6 7 شهور او سنة. يكون كل الحاجات دي موجودة عند، بحيث لو حد الارض دي بتاعت الدولة ولا بتاعت مواطن؟ قالك حتى لو مواطن قالك لا ارضي، يلا روح للقضاء واحنا نحترم احكام القضاء. طيب انا النهاردة باخد شهادة، حد يقدر يزورها؟ لا.
مش هيجرؤ يزورها. بتعمل البطاقات الذكيه، الفيزا والحاجات الاخرى، ما دي بتتعمل هنا النهارده، هتتعمل فيها في هذا المكان، حد هيقدر يكلمها. كل شيء، جواز السفر تقدر الرئيس كمان وقف النهارده، الرئيس في الجوله، هقول لحضراتكم مع مين: رئيس الوزراء، محافظ البنك المركزي، وزير الدفاع، وزير الداخلية، رئيس الأركان، رئيس هذا المركز أو هذا هذه المنطقة المهمة، المهندس سامح العكاري. سيادة الرئيس كان بيقول لهم إيه؟ الوقفة، شوفوا أنا بكلمكم على مين؟ قيادات، بيقول لهم اللي قدامكم دي، الوقفة اللي قدامكم دي. الرئيس هنا بيتكلم على تأمين معلومات المواطنين، التنسيق ما بين كل جهات الدولة، وبيتكلم مع السيد وزير الداخلية، وزير الداخلية، وبعد شوية هسمعكم الفيديو، مع السيد وزير الدفاع، مع رئيس الأركان، السيد رئيس الأركان، مع السيد رئيس الوزراء، وينضم ليهم سيد محافظ البنك المركزي دلوقتي. يعني الهدف كان إيه؟ الهدف هنا الرئيس بيتكلم على أمن الوثائق، أمن الناس، أي إصدار لازم يكون مؤمن، وكل المؤسسات البلد تكون بتتعاون في عملية تأمين إصداراتها اللي هتكون فين؟ من هذا المجمع، مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية. اللي احنا بالمناسبة أول مرة يكون عندنا حاجة زي كده في مصر بالمعنى اللي قدامك. خلي بال حضراتكم، اللي قدام حضراتكم ده في يعني افرع كتيره، كل فرع منه ممكن تبقى مجمع لوحدها، يعني حاجات خاصه مثلا بوزاره العدل، حاجات خاصه بالداخليه، حاجات خاصه بالبنك المركزي، حاجات خاصه مش عارف بالتربيه والتعليم، كذا كذا كذا، كل حاجه من دول كانت تبقى لوحدها، بس انت عملت كل ده في المجمع ده. ومين اللي بيعمل المجمع؟ طلبه، اقصد شباب حديثي التخرج، اقدر اقول كده بتختار افضل العناصر اللي عملت لها اعلى مستوى من التدريب، مع خبراء اجانب جم يدربوهم مع خبراء مصريين المتقدمين في هذه التكنولوجيا. عملت التدريب للشباب اللي النهارده شفناهم فرحانين بيهم، كلهم شباب، كلهم تاني كلهم شباب. المهندس سامح هو اكبر واحد فيهم، الباقي كله هتلاقيهم عشرينات تلاتينات بالكتير، هتلاقي اربعينات، يعني مش هتلاقي اكتر من كده كتير يعني، واحنا شفنا عدد كبير جدا منهم. واخد منه افضل العناصر، اخترتها، دربتها، شغلتها عشان تعمل لك اي وثيقة تطلع النهاردة وثيقة امنة. وبالمناسبة ده حتى الضرائب والجمارك والمالية وكل مؤسسات الدولة، بقول لحضرتك النهاردة الشغل اللي قدامكم ده إضافة لمصر وإضافة لكل مواطن فينا اللي موجود واللي جاي. كل الرئيس وقفته دي اللي قدام حضراتكم، اللي قدام الوقفة اللي قدامكم دي، تركيزه كله على أمنوا حاجة الناس، نسقوا مع بعض، شوفوا الحاجات دي تعمل ازاي، والذكاء الاصطناعي. قال لهم، بيتكلم على المهندس سامح، قال له يا سامح، سيادة الرئيس قال له كده: يا سامح الذكاء الاصطناعي عايز ايه؟ انا جاهز، اي فلوس انا جاهز، لانه ده كمان بيورينا حاجات احنا مش شايفينها، فاشتغلوا كمان على الذكاء الاصطناعي ويبقى موجود. اتكلم كتير جدا في هذه. وعايز اقول لحضراتكم في الشرح في القاعة قبل الجولة، كان السيد وزير المالية بيتكلم، والسيد وزير العدل، والسيد وزير التربية والتعليم، فكانوا بيتكلموا على بيانات الناس، فالرئيس استوقفوا الكلام، قال لهم يعني النهاردة بيانات الناس تبقى متاحة او لأي حد؟ لا، انا عايز، وقال بالظبط المثل اللي هقوله لحضراتكم: لو واحد رايح يعني يتلقى رعاية صحية، أو رايح مستشفى، أو رايح كذا بالبطاقة الصحية، اللي يظهر فقط لا غير هو رايح، يبقى هنا سجله العلاجي أو تاريخه الطبي فقط،
ما يظهرش حاجات اخرى. هو ماله؟ ماله ببياناته؟ لو عيلته مين واسرته مين وبيانات عيلته؟ لا لا لا، ده مش مطلوب يبقى موجود. انت بس رايح وزارة العدل، رايح الشهر العقاري، يبقى هنا شغل مع الشهر العقاري يبان الجزء اللي انا رايح اتعامل مع المنظومة دي. رايح بنك يبقى البنك يعرف معلوماته الخاصة دي ملوش علاقة بالحاجات اللي هو ايه، ما يبقاش كل المعلومات بتاعت الناس متاحة لأي حد. كان توجيه واضح النهاردة، هتسمعوه بعد شوية. الحرص هنا من الرئيس على ايه؟ سرية معلومات الشعب، ما تبقاش معلومات الناس. انه قال الامر ده له ايجابيات كتير وله سلبيات، فاحنا عايزين نتلافى اي سلبية ما تبقاش موجودة. ما ينفعش انه يبقى عن، خلي بال حضراتكم المجمع اللي قدامكم ده اعلى مستوى من التأمين، تاني بقول لك اعلى مستوى من التأمين في هذا المجمع. التأمين اللي هو ايه؟ انه محدش يدخل يسرق بيانات الناس، لا ده معمول اجراءات تأمينية فوق ما حد يتخيل. في حضراتكم انا احد السادة المحترمين كان بيكلمني وبيشرح لي شوية حاجات قبل سيادة الرئيس ما يوصل الصبح. مش عايز اقول لكم مستوى التأمين اللي معمول، اللي هو حضرتك تبقى متأكد اي فاتورة، لو اقول ايه، لو شهادة تعليم او تعليم جامعي او جواز او بطاقة او فواتير، يعني اي شيء خاص بالحكومة هيبقى موجود مؤمن. خلاص انتهى عهد القضاء على لانه خلي بال حضراتكم في جزء من الفساد، وفي فساد كان بيحصل وفي وكلنا عارفين، وسيادة الرئيس اتكلم في هذا الامر النهارده. ما احنا عايزين نقضي على هذا الكلام بايه؟ انه ما حدش يقدر. وبالمناسبه لو حصل انه حد حاول يزور شهاده او يضرب شهاده، حاول يعمل ايه؟ يضرب شهاده. سيادة الرئيس النهارده قال شوفوا التشريعات، يعني كمان لازم اعمل تشريعات اواجه التكنولوجيا والتقدم اللي احنا بنعمله. مثلا لو في حد عمل كذا لازم اوصل لده. طب حد بيتكلم كان وقتها على الكتب، مثلا انت بتتكلم على 200 مليون كتاب دكتور طارق شوقي كان بيتكلم عليهم، الكتب دي من يطبعها الحكومة. طيب قال لو في حد اخر الكتاب ده، خلاص الكتاب ده مسجل واخد له يعني كود معين، وبالتالي محدش يقدر يطبع الكتاب ده غير الحكومة. طب لو حد طبع وحقه باعه، فالرئيس قال لهم تشوفوا منظومة تشريعية، قال انا مش قانون، ناس انتوا اللي تعملوا الكلام ده، تشريعية عشان تواجه محاولات طباعة كتب خارج الحكومة، او كتب احنا ما نعرفش عنها حاجة، او كتب تباع في اماكن، فتحاسب ازاي اللي طبع وازاي اللي بيبيع. لازم قال تعملوا، شوفوا تشريعات تعملوها بالشكل ده. الدولة بتشتغل على ده، بتشتغل على ايه؟ الامل، يكون عندك الامل القوي جدا ببلدك، والبلد اللي بتعمله كل يوم بيقول لك البلد دي بتشتغل ازاي. قد المشروع ده، خلي بالكم الايام الجاية قد نجد الايام الجاية افتتاحات اخرى في اماكن اخرى، في مشروعات اخرى، في حاجات تانية كتيرة، وحاجات المفروض كانت الايام اللي فاتت ولكن اتأجل، حاجات كتير. البلد عندها حجم عمل في كل حتة. اصل انت بتتكلم على بلد جديدة، مش بتتكلم على بلد ان انا بنقل الحكومة وخلاص. لا 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 لا، مش موضوع نقل الحكومة، ده اسهل حاجة الحكومة تروح العاصمة. هو الحكومة هتشتغل ازاي والمواطن هيستفيد ايه من ده؟ ما دام المواطن يقول لك وانا فين؟ هو اللي بيتعمل ده هيفيدني؟ اللي بيتعمل ده العائد كله عليك. حضرتك بتشتكي لما تروح مصلحة حكومية انه مش كل الناس، يعني عشان لا نسيء لاحد، ما هو كان الطريق بيمشي ازاي عشان تخلص بسرعه؟ بتعمل ايه؟ في البعض ضعاف النفوس، ولكن عندنا الشرفاء هم الاكثر، في بعض عدد قليل جدا 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 لا يقارن، ضعفاء نفوس، ودول لما بيتكشفوا بيتحكموا. طب الباقي شرفاء، ما اقدرش اشكك فيهم ولا حد يجرؤ يشكك فيهم، ناس محترمة، ولكن ضعيف النفس ده اللي هو عايز كذا ومقابل كذا، ده مش هتلاقيه، ده بعد كده مش هتلاقيه. مع التطور البلد بتعمله النهاردة، هي ايه النهاردة الاكتر حاجات احنا عندنا؟ التعليم النهاردة عندنا كام؟ 23 مليون طالب، وعندنا 1.5 مليون معلم،
وعندنا كام مدرسة. طيب المنظومة التعليمية دي مش دي كل بيت في مصر؟ كل بيت في مصر. فلو انت النهاردة بتكلم، طيب انا بخلصك حاجتك النهاردة، حتى وزير التربية والتعليم كان بيشرح، وبعد شوية هعرض لحضراتكم سيد الوزراء، مستشار عمر مروان النهاردة بيتكلم على الشهر العقاري. طب احنا هنعمل ايه في الشهر العقاري اللي احنا بنتكلم كلنا مشاكله وحاجات النهاردة داخل في المنظومة دي؟ طب تقدر والمحاكم، محكمة النهاردة عايز محامي مثلا، عايز حاجة معينة من المحكمة، بدل ما يروح ورايح جاي وتعالى وبكرة او بعده او تاخد يوم او اتنين، لا لا لا، النهاردة خلاص انت ممكن ما تروحش خالص وتاخد الحكاية الخدمة في 5 دقائق، ولو رحت هتقعد ساعة او ساعة الا ربع، لا 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 ما تروحش خالص، الخدمة تخلصها وانت قاعد وتاخد الخدمة تماما. دي مصر، دي مصر اللي هي غدا ان شاء الله، ده اللي هو الامل. لازم يبقى عندك امل، بالمناسبة عندك امل في كل شيء باذن الله، بس لازم تقف مع بلدك. تبقى واقف معاها ازاي بلدك؟ بلدك عايزة من حضرتك حاجات محددة. ايه الحاجات المحددة؟ الحاجات المحددة لو احنا بنتكلم على المية، والرئيس النهاردة اتكلم على الموضوع ده. طيب احنا حافظنا على المية بتاعتنا، انا كمواطن في بيتي يعني في بستخدم المية يعني برشد، ولا سايبين حنفيات البيوت كذا مثلا. طيب عندي بيتي ترعة، الترعة اللي قدام بيتي برمي فيها كل الزبالة بتاعتنا وارمي فيها واقعد كذا، بيحصل؟ بيحصل، رغم ان احنا بنبطن. رغم بنبطن. طب هل ده انت بتحافظ على ميتك؟ لا، مش بتحافظ كده على ميتك، فانت لازم تكون كمان ايجابي. اذا انت زعلان وانت قلقان، وكلنا قلقانين، وسيادة الرئيس وقال وانا كمان قلقان معاكم، فاللي احنا قلقانين كلنا نبقى نحافظ على ميتنا ونحافظ على حركتنا ونحافظ على كل تصرفاتنا. لازم، وهو دعم بلدك حفاظ على بلدك. اذا البلد بتشتغل بهذه القوة، وكل ما حد تقول له كذا يقول لك الله، ما لسه امبارح والنهارده، هو ايه بسم الله ما شاء الله، هو مين بيشتغل كده، هو مين بيعمل كده؟ بالمناسبه الرئيس اتكلم النهارده، وجه رساله مهمه لاثيوبيا، وجه رساله مهمه لاثيوبيا، ورساله بمنتهى الهدوء وتعبر عن موقف الدولة المصرية، واللي دايما موقف الدولة المصرية بيتسق مع الحدث. الدولة المصرية عمرها ما كانت بتتكلم بهذه اللغة، الدولة المصرية كانت بتتكلم دايما وما زالت، احنا بنتكلم على اتفاق مع اثيوبيا ومع السودان، اتكلمنا عليه ووصلنا وكاد ينتهي هذا الامر، يبقى فيه توقيع. ومصر من الاول وما زالت ما عنديش مشكلة في اثيوبيا تقوم بعملية تنمية عندها، ليس عندي اي مشاكل، ولكن مش على حساب ميتي. تعمل تنمية كيفما شاءت، ولو عايز اي مساعدة مننا نساعدها، ولو عايز خبرات نساعدها، شوفوا لحد فين كده، ولكن مش على حساب ميتي. اثيوبيا هل النهاردة هي اثيوبيا اللي جاء ابي احمد قبل 3 سنوات في مصر زيارة واستقبله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وحلف يومها، حلف انه لن يسبب اي ضرر لمصر ومش هيسبب ضرر للشعب المصري، حلف حلف مش هسبب ده ابدا. اثيوبيا النهاردة اللي بتعمله هو الاضرار بمصالح ال 100 مليون مصري وال 45 او ال 50 مليون سوداني اللي بتعمله اثيوبيا. اليوم ده سيادة الرئيس وفي الامم المتحده وفي روسيا وفي كل اللقاءات مع مصر، تعالوا نسمع الاول قال ايه وبعدين نرجع كلامه المختصر. هو اتكلم في اليوم ده يمكن حوالي 7-8 دقائق كلمته، ولكن الملخص بتاعها اللي حضراتكم سمعتوه ده، انه القسم انه لن يسبب اي ضرر لمصر، ولن دولة عايز تعمل تنمية تعمل، ولكن ليس لأي دولة إنها تنتقص من حصة مصر المائية. اعمل تنمية زي ما أنت عايز، ولكن مش على حسابي. إثيوبيا عملت إيه؟ إثيوبيا تركز كل الجهد إنها تصل
في يوم من الايام اكررها وقالها امبارح الدكتور محمد نصر علام لما كان معانا وزير ري، يعني راجل كان مشارك سنوات طويلة في التفاوض مع اثيوبيا وفي الحديث مع اثيوبيا وفي اللقاءات مع اثيوبيا لحد 2010. هذا الرجل قال لنا امبارح سد اثيوبيا اللي هو النهارده اللي عليه مشكله، الاهم اللي بعده انه عايزين يعملوا سد 2-3، يعني 4 سدود ورا بعض، يحجز كام؟ 200 مليار متر مكعب ميه، مش ال 74، ال 74 دول السد ده، لكن في 3 كمان. اذا السد ده اتعمل وحجز هيعمل الثلاثه اللي بعده. طيب لو ما عملش السد وما خلصش السد ولتكن مشيئة المولى سبحانه وتعالى، والسد ده يعني ايا كان ايه هو هيعمل؟ لا، لكن اذا استمر زي ما قالوا لسه اخرها النهارده وزير ري الاثيوبي النهارده عامل مؤتمر صحفي بيتكلم فيه على ان احنا هنملى 13.5 مليار متر مكعب في شهر 7 الجاي، قال كده النهارده بشكل واضح انه لن نتراجع عن الملء، انه اثيوبيا عايزه يعني تاخد حقها في المياه ومحدش يقدر يمنعها من انها تاخد حقها. ده كلام النهارده، كلام اثيوبيا النهارده استكمال لمناوراتها واستكمال ل عدم التزامها بأي قوانين وخروجها عن القوانين الدولية والتزاماتها. الرئيس النهاردة وجه رسالة واضحة ومباشرة وما فيهاش كلامين، هو فيها كلام واحد من الآخر. يعني الرئيس قال عايزين نتعاون والأفضل نتعاون ومحدش يمس نقطة من مية مصر، لأنه كل الخيارات متاحة. تحت كل الخيارات حط خطوط من هنا لحد سد النهضة، أنا اللي بقولك كل الخيارات متاحة، حط خطوط من هنا حتى السد الإثيوبي، لأنه ليس سد نهضة ولكنه سد إزاء، سد عطش وليس للنهضة. هو بالنسبة لنا ليس النهضة في مصر أو النهضة في السودان، ولكنه لتعطيش الشعب المصري والشعب السوداني، وبالتالي ليس سد النهضة. فالسد الإثيوبي الخطوط اللي أنا بقول لحضرتك، لأنه الكلام صدر من رئيس الجمهورية، قالوا قبل كده في قناة السويس الخط الأحمر المية وأي نقطة مية، النهاردة بيؤكد كل الخيارات متاحة ومفتوحة، ولكن الأفضل اثيوبيا تتعاون معانا. وبالمناسبة أنا على الهوى بقول لهم اسمعوا رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي واسمعوها بإيجابية وخدوها بشكل إيجابي. بالمناسبة ليس لدينا مشاكل إطلاقا مع الشعب الاثيوبي إطلاقا. الرئيس النهاردة بيتكلم على الأشقاء في اثيوبيا بشكل واضح، الكلام على الهوى، وبيتابعوا اكيد وبيسمعوا وبيسجلوا وبيحللوا كل حاجه وكل حاجه يعني. فعندناش مشاكل مع الشعب الاثيوبي على الاطلاق، ومش عايزين نضر الشعب الاثيوبي ابدا، لكن احنا نتكلم على النظام الحاكم في اثيوبيا، النظام اللي هو عايز ضرر واضح وحقيقي للشعبين المصري والسوداني، عايز يسبب هذا الضرر للبلدين وللشعبين. احنا عايزين اثيوبيا بلد تبقى بلد شقيق، بلد لا تسبب ضرر لا لينا ولا للسودان ولا لأي حد، واحنا مش عايزين ضرر ليهم على الإطلاق، ولكن عليهم أن يسمعوا بجد كلام الرئيس. التعاون في هذا الملف أفضل من أي شيء آخر، المنطقة لا تتحمل أي أمور تانية. نسمع الرئيس والرسالة الواضحة ما فيهاش أي لبس على الإطلاق، واضحة تامة للدنيا كلها، والعالم لازم يبقى يعرف كده. العالم قاعد مهتم بإيران
عشان ايران بتهدد امريكا ومن وراء امريكا واسرائيل، وزعلانين ومتضايقين وعاملين لهم اجتماعات كل يوم في فيينا عشان انه نصل الاتفاق معاهم عشان مصالحهم. وفي نفس الوقت بلدين 150 مليون مواطن قد يكون هناك ضرر كبير جدا عليهم، الدول اللي هي قاعدة مع ايران واللي بتتكلم مع ايران واللي منزعجة من ايران واللي عمالة تجري ورا ايران، وايران تتشرط عليهم وبيجروا وراهم ويعملوا لهم اجتماعات ليل ونهار عشان ياخدوا ضمانة من ايران. العالم ما يعرفش الا القوي، العالم لا يعرف الا لغة القوة. بالمناسبة العالم الضعيف ملهوش وجود النهاردة في خريطة العالم، الأقوياء فقط واللي عنده قوة، مش القوة العسكرية بس، عندك قوة في الأمن الأكل بتاعك وعندك قوتك، قوة الدولة، القوة الدولة الشاملة في كل شيء، تبقى قوي وبتحقق احتياجاتك عشان ما حدش يجي. احنا كرم ربنا ما حدش دولة في العالم، في العالم شرقا وغربا تقدر تضغط علينا بأي حاجة، تاني بقولها بأي حاجة، لأنه الدولة النهاردة مجهزة نفسها من بدري لحاجات كتيرة وبتجهز نفسها لأي لسنوات قادمة. لسه كنا امبارح بنتكلم عن مستقبل مصر وبنتكلم عن الأمن الغذائي، ما هو ده تجهيز، وتاني تشكى الخير ده تجهيز، وسيناء ده تجهيز، والعالمين وغرب العالمين وشرق العالمين جنوب العالمين تجهيز، ومطروح تجهيز، وجرجوب كله تجهيز. احنا بنجهز نفسنا، القوة الدولة الشاملة في كل حاجة، خدها زي ما انت عايز، قوات مسلحة تبقى على اعلى مستوى، وهي على اعلى مستوى وفي اقوى حالات القوات المسلحة، وانا بقول لك الكلام اللي يدخل دماغك يثبت اقوى حالات جيشك النهار اليوم اقوى حالاتك النهارده امن غذائي، عشان يبقى بكمل الموضوع. عايزين كمان الصحه نبقى في اقوى حالاتنا، محتاجين شويه، والتعليم نبقى اقوى حالاتنا، محتاجين شويه، حاجات تانية محتاجين شويتين، بس بتبني بتجهز بتعمل، الموضوع محتاج سنوات عشان تعمل المنظومه دي. بتكلم على الصحه وبتكلم على التعليم، لسه محتاج شويتين، لكن اقول لك بالفم المليان، الجيش اقوى حالاته، الشرطه اقوى حالتها، اجهزه الدوله مؤسساتها اقول لك على ايه ولا ايه، خلاص مش لازم اسمي، اقوى حالتهم مؤسسات المعلومات، اقصد مؤسسات المعلومات اقوى حالتهم. ايه تاني؟ اكلك وشربك في احسن حالاتك. حاجه تانية؟ حد هيضغط عليا يقول لي تاخد قمح ولا ما ابعتلكش، اصل المراكب بره تدخل. لا يا سيدي، مراكب بتاعتك لو انت مش عايز خليها عندك. انا بقول لك ايه مراكب بتاعك يعني؟ كان الاول يقول لك ايه؟ المراكب في البحر، لو ما عملتوش المراكب دي مش داخله. فيبقى هنا بيعمل ايه؟ اصل بترول، لو ما عملتوش والله الغاز والبتاع والبنزين والوقود المراكب ترجع. ماشي وبعدين؟ وبعدين انا متضايق جدا بصراحه وضيقي. طب اسمعوا الرئيس، هو اسمعوا الرئيس قال ايه، اسمعوا ركزوا جامد، ركزوا نشوف. بقول للاشقاء في اسيوبيا بلاش ان احنا نصل لمرحله انك انت تمس نقطه ميه من مصر، لان الخيارات كلها مفتوحه، الخيارات كلها مفتوحة. وتعاوننا أفضل. تعاوننا أفضل. نجري ونبني مع بعضنا أفضل كتير من إن إحنا نختلف ونتصارع. هنا إيه؟ مرحلة الملء التاني. ده تحليل أنا. تحليلي. قد يكون سيادة الرئيس لا يقصد الملء، قد يكون. لكن انا بتكلم على نفسي عشان ما حدش ينسب ان انا بتكلم على نفسي. ليه مرحله مس ميه مصر؟ لانه ال 13.5 مليار هيعملوا مشكله هنا او في السودان طبعا، بتكلم بشكل واضح.
هل اثيوبيا النهارده شافت الرساله ديت؟ الرساله دي يعني المعنى مش محتاج تفسيرات كثيره. لانه بتدافع القانون الدولي على فكره، يديك حق الدفاع عن امنك القومي. والميه رقم واحد في مقدمات الامن القومي، الميه. رقم واحد. السودان على فكره النهارده نفس كلام الرئيس النهارده السودان قالته. اليوم وزير رئيس السوداني ياسر عباس النهارده في مؤتمر صحفي اتكلم على اثيوبيا افشلت المفاوضات، انها جايه عايزه تفشل المفاوضات، ان مصر قدمت اقتراحات اترفضت، السودان قدمت اقتراحات اترفضت، رفضت كل الاقتراحات اللي قدمت ومشيوا. وقال لك ان كل الخيارات في السودان مفتوحه. قال لك عشان ندافع عن امننا المائي. وقال القانون الدولي بقول لحضراتكم اللغه، عارفين المسطره؟ مسطره، احنا بنستقيم بمنتهى القوه مع السودان. تنسيق لازم نبقى مع بعض كده. لازم نبقى مع بعض كده، رغم ايه؟ رغم ايه؟ الضرر على السودان اضعاف اضعاف اضعاف، انا بقول اهو ثلاث مرات، اضعاف اربع مرات، اضعاف خمس مرات. مصر الضرر على السودان خمس اضعاف الضرر على مصر، لكن احنا مع السودان لاننا لازم نقف معاها وما نسيبش السودان لوحدها وما نسيبش الشعب السوداني الشقيق لوحده وما نسيبوش يتعرض لتهديد حقيقي. السودان ياسر عباس النهارده وزير الموارد المائيه السوداني بيقول لك سد الروسيرس والمحطات، قال عندنا محطات على بعد 15 كيلو من السد الاثيوبي، قال لك المحطات دي تعطلت قبل كده، واتكلم على المشاكل اللي هتتعرض ليها السودان، وقال ده مش هنسمح بيه. فاحنا والسودان مع بعض خطوه بخطوه، هنروح المجتمع الدولي مع بعض، هنروح اي حركه مع بعض واي تحرك مع بعض واي تنسيق مع بعض وكل الخيارات مع بعض، كل حاجه مع بعض. لانه زي ما بقول كده، ملف موحد والتنسيق موحد، مصر والسودان على قلب واحد، رجل واحد، معركتنا واحنا الاثنين زي بعض. هو طبعا كان الاول عايزين ايه السودان وبعدين مصر ننفرد، لا ده مش هيحصل. في بلدين شقيقين موقفهم واحد، والموقف بالمناسبه التنسيق في كل حاجه، كل الملفات. فالنهارده ايضا وزير الري السوداني المهندس ياسر عباس النهارده بيتكلم بنفس اللغه بالظبط المصريه، انه الضرر اللي هيصيبهم، كل الخيارات اللي قدامنا مفتوحه، القانون الدولي بيدينا حق الدفاع عن نفسنا، القانون الدولي بيدينا منع الضرر اللي تعرض ليه ملايين الشعب السوداني. واتكلم بالشكل ده اللي هو الاضرار اللي تلحق بالسودان اكتر من مصر، ولكن زي ما بقول كده احنا مع السودان حتى لا يلحق بها اي ضرر، مش هنسيبها، لا احنا معاها. تعالوا نسمع وزير الموارد المائيه السوداني قال ايه عشان نعرف تنسيق المواقف المصريه السودانيه في مواجهه التعنت الاثيوبي. طب نشوف الاول، نشوف بعد مداولات ونقاشات طويله لماذا اقترح السودان الوساطه باعتبار انه ليس هنالك ما يتفاوض حوله، ما نتفاوض حوله باعتبار انه معظم بنود الاتفاق هنالك توافق حولها، لكن المطلوب هو الاراده السياسيه من الدول الثلاثه للوصول الى اتفاق. لذلك تكمن اهميه الوساطه، والوساطه من الكونسورتيوم يعني من مجموعه بتاعت منظمات ذات ثقل سياسي تساهم في تغريب وجهات النظر. بعد ذلك بعد نقاشات طويله تقدمت مصر باقتراح تغيير الوساطه الى ميسرين فاسيليتيترز. دعمنا هذا المقترح، يعني بمعنى تنازلنا من الوساطه الى الفاسيليتيشن وقلنا اوكي
if it is positive we can go forward معاها. لكن لسوء الحظ أيضا تم الاعتراض على ذلك، وفي نهاية اليوم الثاني يبدو أن هنالك لا توافق، بمعنى الاستمرار بنفس منهجية التفاوض السابقة، وتم تمديد الاجتماع لليوم الثالث. وفي اليوم الثالث المفاجأة كانت عندما اقترحت جمهورية مصر نفس النص الخطاب اللي قدمه الاتحاد الأفريقي في يوم 26/6 الماضي، في أن لا تكون هنالك وساطة ولا فاسيليتيشن، لكن مراقبين بنفس السيت اب بتاع المفاوضات السابقة، لكن الوصول إلى اتفاق قانوني وملزم في ظرف 8 أسابيع. ورئيس الاتحاد الأفريقي له الحق بالاستعانة من يراه مناسبا. هذا تنازل من الوساطة إلى الميسرين إلى نفس النص الأول في يونيو الماضي باشتراط اكتمال المفاوضات في 8 أسابيع. لو تذكروا الخطاب بتاع 26 يونيو الماضي أعطى الخبراء أو أعطى الدول أسبوع واحد فقط، وهنا تم إعطاء الخيار ل 8 أسابيع. وافقنا على هذا الاختيار بضرورة أن يتم الاتفاق قبل الملء الأول في يوليو القادم، ولكن أيضا اعترضت الشيبي على ذلك. انتهى الاجتماع بعدم التوصل إلى توافق حول تغيير منهجية التفاوض خلال الفترة القادمة، والخيارات كلها مفتوحة للسودان وفق القانون الدولي. دي فيما يخص الخطوة القادمة، سوف ندرس كل ذلك بالتفصيل. الثلاثة دول متفقة تماما بإعلان المبادئ الوصول لاتفاق قانوني ملزم حول الملء والتشغيل. هنا ياسر عباس وزير الري السوداني في المؤتمر الصحفي اللي حضراتكم بتشوفوه أو اللي عرضنا جزء منه. الملخص: كل الخيارات أمام السودان مفتوحة وفقا للقانون الدولي. الدول الثلاثة إعلان الاتفاق إعلان المبادئ بيحدد إيه؟ العنوان الرئيسي: الوصول لاتفاق قانوني وملزم. وزير الري الاثيوبي طبعا بيكذبوا، قال لك ما هم وقعوا على ان احنا نملى. لا، ما حدش قال لك تملى. الملء والتشغيل وكل شيء لازم الاول اتفاق وبعدين تعمل، لانه بناء عليه انت هتملى بناء على ايه؟ الاتفاق واضح، 10 بنود في هذا الاتفاق واضحين تماما. اثيوبيا حولت الاتفاق واختزلته لصالحها، يعني فسرت نقاط مش موجوده ابدا في الاتفاق لصالح موقفها، في حين الاتفاق لا بيلزم الدول انها توقع الاول اتفاق وبعدين نتكلم على فترات الملء وعلى التشغيل وعلى وعلى، انه ما ينفعش حد يعمل ملء، يعني هم ما يعملوش ملء قبل توقيع الاتفاق. هم راحوا عملوا، والنهارده بيتكلموا يقول لك ما هو الاتفاق بيقول. الاتفاق ما بيقولش كده، لانه الجانب الاثيوبي بيحاول يضحك على دول العالم، بيصدروا رسالة مختلفة لدول العالم، ولكن اعلان المبادئ بنوده واضحة تماما. النهاردة بيقول لك المية دي بتاعتنا، المية مش بتاعتك، المية مش ملكك، ده نهر. والرئيس قال حضارة وتاريخ، والحضارة دي موجودة والحضارة دي موجودة، والنهر ده موجود تاني، والنهر موجود والمية موجودة. عبر الرئيس عن القلق وقال انا بتابع طبعا قلق الناس، وقال وانا كمان قلقان، والناس طبعا محقه في حاله القلق، وعندكم حق في القلق اللي انتوا فيه، الناس عندها حق طبعا، ولكن عايز اقول لحضراتكم محدش فيكم يكون عنده ذره شك ولو لحظه واحده انه حد يجي في يوم تصحى ما تلاقيش عندك نهر النيل. نقطة. تاني بقول نقطة. نقطة نقطة، بمعنى كلمة النقطة، عشان ما فيش كلام بعدها. ما فيش كلام بعد دي. هي نقطة. لازم يكون عندك هذه الثقة تماما تماما. بس كمان مطلوب مننا بلدنا بنبنيها بجد.
ونبنيها بفلوسنا. وتخلي بالك أنا في كلام عندي مش أقدر أقوله دلوقتي، بس سيأتي وقت إن شاء الله إن أنا أتكلم فيه. بس رسالتي لكل واحد في 100 مليون، أرجوكوا بلدكوا تعتمد الآن على نفسها تماما، بلدكوا الآن بتنفق وتبني من أموال الشعب المصري، بلدكوا بتعمل كل هذه المشروعات اللي هي العائد بتاعها راجع لينا من فلوسنا ومن قوتنا. بلدكو لازم تعرف قوتها ايه وحجمها ايه ووزنها ايه. بلدكو مش ممكن ابدا تمد ايدها لحد، مش ممكن ابدا تمد ايدها لحد، وانتوا كمان لا يمكن تفكروا بلدكوا في يوم من الايام تمد ايدها لحد ابدا. الحمد لله بلدكوا على مدى الفترة الماضية سددت كل التزاماتها للشقيق والصديق، كل التزاماتها بفضل من ربنا الحمد لله. وبالمناسبة ما عندناش أي مشاكل على الإطلاق، لأن دي بلد طالعة لقدام، بلد ما بترجعش لورا. اللي بيتعمل النهاردة هو ده ليك، وده العالم كله عمال يلف انتوا عملتوا بتعملوا ده منين وازاي ومنين الفلوس دي. دي فلوسكوا انتوا، مش فلوس حد تاني، فلوسنا احنا، فلوس الشعب. عندك إرادة وعندك قرار. النهاردة الرئيس في أي حاجة محدش يتكلم، الفلوس موجودة، القرى عندنا الفلوس. مرحلة الأولى كانوا بيتكلموا الأول 150 مليار، النهاردة بنتكلم أكتر من 200 مليار ل 1500 قرية. يعني هنوصل للرقم اللي كان الأول 500 مليار جنيه لل 4500 قرية، هيتجاوز ال 700 مليار جنيه. ليه؟ عشان ظهر حاجات في الطريق، ظهر بيوت كتير هتتعمل، ظهر حاجات ما كانوش معمول. يعني لما بدأوا يعملوا عمليات رفع لكل حاجة بقوا الفلوس هتزيد، قال له اعملوا واعملوا أحسن حاجة. يعني مش هيعمل حاجة وخلاص وبعد سنة الطريق ده يبوظ، لا، هيعمل لك طريق زي اللي مشيت عليه امبارح أو اللي مشيت عليه النهاردة بتاع السخنة أو السويس أو إسماعيلية أو اسكندرية أو مطروح، كل الطرق أكلمك عليه ولا إيه؟ هيعمل لك كده. فده بقى دي فلوس كتير، فلوسك، ما ناخدش حاجة من حد. الحمد لله الحمد لله. أنا بقولها عشان توصل الرسالة ليك من غير ما أسمي، مش هتكلم في أسماء. أنا قلت هيجي يوم إن شاء الله ربنا يدينا ويديكم العمر هتكلم، لأن أنا في موضوعات معينة أحب أتكلم فيها، زي ما اتكلمت من فترة كده في مرة على حاجات أيضا كان خاصة بموضوع زي قريب من اللي أنا بتكلم فيه من 4 سنين في 2017 بذكركم بس. فالبلد دي احنا نبقى واقفين معاها وما نضغطش عليها، ما نضغطش عليها. البلد عندها التحدي اللي قدامك ده، وعندها تحديات اخرى مش كل التحديات بتتقال. اللي مطلوب من حضراتكم الثبات فقط، محدش يعمل تشويش لدماغك، لان اللي انت بتعمله النهاردة مش باسط ناس، ودول مش مبسوطة بيك، ودول مش عايزاك تفضل تبني كده خالص، ولا عايزاك تزرع خالص وتفضل تحت رحمته.
عايز بنزين يبقى لازم تعملي دي مصاد البنزين، عايز قمح فتعملي دي قصاد القمح، عايز سلاح فاعملي دي قصاد سلاح. لا، انا مصر، انا مصر، مش هعمل ده قصاد ده. انا ما عنديش غير حاجه، الرئيس عنده حاجه واحده، حضراتكم بس، ما بيعملش غير ليكم بس، ولا يعني غيركم فقط، وعايز يعمل احسن حاجه للمئة مليون. احنا بلد مئة مليون، احنا بنزيد كل سنه خمس ست دول، خمس ست دول بنزيد كل سنة، خمس ست دول بنزيدهم، ورغم كده بنبني ونزرع ونعمل مصانع ونستثمر بفلوسنا. فعايز حضراتكم، أرجوكم، بلدنا محتاجة كل كلمة ومساندة ودعم، والناس اللي عمالين يشككوا في كل حاجة أرجوكوا مش وقتكم الفترة دي خالص، الوقت ده للي واقف مع بلده بجد، اللي بيحبها بجد، اللي بيحبها من غير ما يبقى له مصلحة، اللي بيحبها عشان البلد دي لازم تفضل وتبقى أكتر من كده وتكبر أكتر من كده. لو قعدت أكلمكم في حاجات أنا مش عايز أقول لكم، فرحان جدا جدا باللي يحصل، ولكن لما في حاجات بعرفها بتخليني أبقى كل يوم عندي بالعكس تحدي أكتر. أنا بتكلم دايما على بلدي، لا ده أنا هتكلم عليها بدل ما بتكلم عليها، ده أنا هفضل أتكلم كل يوم كل الحلقات عن بلدي بتعمل إيه عشان اللي مش عايز بلدنا تبقى تمشي لقدام، هنوريها له كل يوم عشان هما بيتابعونا بجد وبيتفرجوا علينا بجد، عشان نوريهم إحنا بنعمل إيه بفلوسنا. فأرجوكوا مصر، وانسى أي حاجة تانية خالص، مش وقت حاجات ولا لا شيء، أي حاجة على فكرة لما يبقى هتلاقيني على الهوا بطلع وبصوتي وأقعد أتكلم صح، وأديكوا شفتوا مفيش حاجة بنسيبها. لكن النهاردة أنا بكلمك، الوطن اليوم يحتاج كل نفس، كل كلمة. عارف الكلمة، تكتب كلمة على حسابك دعم لبلدك، دعم بلدك عزاه، مساندة بلدك عزاه. أنا بكلمك على بلد عايزة ده، وما تمشيش ورا اللي هم عينيهم معمية خالص. ليه بقول لحضرتك كده؟ عشان هو مش عايزك تشوف اي حاجه كويسه. انا بقول لك في دول من غير ما اسمي زعلان انك بتعمل 2 مليون فدان زراعات في سنتين، زعلانين. الله، يعني انتوا مش هتستوردوا مننا قمح؟ الله، يعني انتوا مش هتستوردوا مننا زيت؟ الله، يعني انتوا مش هتستوردوا مننا سكر؟ الله، يعني انتوا مش هتاخدوا من عندنا لحوم؟ الله، يعني انتوا مش هتاخدوا. هو كده، فنخلي بالنا، نخلي بالنا من غير ما اتكلم كتير في الموضوع ده، لانه لازم اروح للرئيس كمان وهو بيتكلم عشان الموضوع ده ممكن ما نسرحش فيه كتير. سيادة الرئيس النهاردة القلق، نعم سمعوا وشايفوا ومتابعوا، جدا نشوف. وعايز حضراتكم كلام، لانه الكلام اليومين دول
طب اسمعوا اتفضلوا. انا بقى بتابع الرأي العام ومواقع التواصل وشايف يمكن شكل من اشكال القلق، وبصراحة القلق بتاعكم له يعني مستحق ومشروع. يعني اوعوا تفتكروا انه لا لا، ايوه تقلقوا وانا معاكم قلقان. حد يقول لك انت بتتكلم، اه طبعا مش بلدي وانتم مش ناسي وانا مسؤول عنكم قدام ربنا وقدامكم. لا طبعا، ولكن هقول حاجه. طب يا ترى كل واحد قلقان على الميه، حريص على الميه. طب انا لما قلقت على الميه من امتى تفتكروا؟ من امتى قلقت على الميه؟ من 2011. من امتى؟ من 2011 اول ما بقتش ارتاح ولا اقدر اطمن. من 2011 تحديدا من 25 يناير عرفت ان احنا هيبقى عندنا مشكله كبيره قوي. انا بقول كده لكم عشان انتوا جزء، مش جزء، انتوا شريك اصيل في مواجهه التحدي، شريك اصيل في مواجهه التحدي، لان اللي حصل في 2011 ده كان هو المدخل للتحدي اللي انا بتكلم عنه ده. طب وبعدين يبقى احنا هرمي النهارده مخلفات في ترعه كانت متبطنه ولا مش متبطنه؟ لا طبعا. مش انت بتقول انك قلقان وبتحبها وخايف عليها؟ طيب هتعمل ايه؟ هتقول انا لوحدي؟ لا انت مش لوحدك، انت بتبقى ماشي وتقدر تعمل كتير لوحدك. انت تقدر تشيل حاجه من على الارض تحطها على جنب كده. لو كل واحد فينا عمل كده هيبقى فيه 50 مليون حركه في اليوم. ده لو عمل مره واحده، لو شال حاجه كده حطها على جنب يعمل 50 مليون حركه. حاجة مش بسيطة. فإحنا لازم نخلي بالنا من كل نقطة مية من اللي موجودة عندنا. طبعا رز بيرجعنا 10 سنين، انه قلق امتى؟ 2014. النهاردة قال لك 2011 وتحديدا 25 يناير. كان وقتها الرئيس مدير المخابرات الحربية في ذلك الوقت، شايف الصورة اللي قدامه، شايف الصورة. بالمناسبة الرئيس لم يتحدث عن هذا الأمر النهاردة، اتكلم عليه في 14 و15 و16 أنا بكلمك بالتواريخ وارجعوا اكتب كده هتلاقي الرئيس اتكلم على اللي بيقوله النهاردة من 2014 بيقوله. الخطر، ايه اللي حصل في البلد؟ ايه اللي السبب اللي احنا فيه؟ ايه اللي وصلنا لده؟ هو دي الحقيقة. في البعض، خلي بال حضراتكم، لانه هو يعني اللي تعرضت ليه مصر في 2011 كان هو وسيادة الرئيس اللي قال المدخل. وهو انت الوضع عندك حصل ايه؟ ناس بتعمل ايه؟ استغلوا الوضع، يلا تعالوا نعمل، ابني اشتغل، يلا مع السلامة خلاص. امبارح دكتور نصر علام قال لنا معلومة مهمة، انه الدكتور عصام شرف كان ورئيسا للوزراء في نوفمبر 11. انا بنسب الكلام للدكتور محمد نصر علام. قال انه يعني واضح انهم، ما هي للأسف في الوقت ده، الوقت ده تقريبا كان هشام أنديل وزير ري تقريبا، عشان بعد كده الإخوان راحوا جايبينه رئيس وزراء. محمد موسى لما حكم جابوا رئيس وزراء، جاب هشام أنديل كان وقتها وزير ري. ادوا المجال لإثيوبيا انها تعمل هي عزاه، لو انت عايز تعرف تاريخ، يعني لو انت عايز يعني من هوات ان انا اعرف الحقائق، يعني مش جاي النهارده تقول الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل، الرئيس عمل ايه؟ الرئيس عبد الفتاح السيسي ماذا فعل الرئيس؟
هو الرئيس كان في 2 ابريل 2011 كان رئيس مصر لما زناوي راح وضع حجر الاساس، اهو مش موجود، هوريكم 12 وعرضنا الفيديوهات بتاعتهم 2 ابريل 2011 قدام حضرتك اهو، قدامك اهو، او 3 ابريل، يوم 3 ابريل 2011 اهو من الزناوي قدامك تعمل ايه؟ تدشين. هو كان يوم 2 وده التقرير ده كان ده التقرير، كان التقرير ده اتعمل يوم 3، لكن تدشين كان يوم 2، واليوم ده كانوا عاملين تقرير اللي قدامك ده يوم 3، ولكن هو من الزناوي وضع حجر الاساس يوم 2، وبتوع الجزيره دول بتوع قطر عملوا التقرير ده يوم 3 تاني يوم. ده كان تقرير مطول على التدشين وعلى الألفية، كان اسمه الأول الألفية العظيم، وبعد كده سموه السد باسم السد بتاعهم. آدي أهو، آدي 11، آدي إبريل، آدي 3. كان مين موجود؟ كان الناس فين؟ كنتوا بتعملوا إيه؟ شايفين ولا مش شايفين؟ رجع الموضوع لأصله عشان تعرف حجم التمن اللي الدولة المصرية والشعب المصري بيدفعه اليوم. اللي بيدفعه اليوم ده كانوا بيطلعوا طيارات خاصة تروح تزور اثيوبيا، طيارات خاصة بتروح تزور اثيوبيا بيهنوهم على السد. ده في واحد معرفش اسمه ايه قال لك كنا بننزل مطار فنلاقيهم بيشتموا في الرئيس مبارك واللي هو عمر سليمان. قال لك اثيوبيا كانوا بيشتموا، اه ما كانوا بيشتموا، عارف بيشتموهم ليه يا دكتور يا جهبذ؟ عرفت دلوقتي كانوا بيشتموهم ليه وما كانوش حابينهم؟ عرفت ولا لسه عايز حد يقول لك ويدرس لك ويعلمك؟ معرفش دكتور ولا مهندس، مش فاكر مين يعني بالمناسبه، يعني ايا كان، بس واحد من اللي كانوا بيروحوا هناك قال لك ننزل يقابلونا شتيمه شتيمه شتيمه. اه عشان ايه؟ عشان كانوا منعين، منعين يعمل السد. ولما مشوا اتعمل السد، لانه انت حضرتك جيت كنت قاعد في الميدان وهو بيعمل السد وتروح تزوره. طب ليه مش طالع لك صوت دلوقتي انت وهو وغيرك؟ قولوا للناس، قولوا للناس حجم المصيبه، هي دي المصيبه مش حاجه تانيه. ما انا بقول لحضرتك كان ايه؟ كله عايز يقسم البلد، كله عايز مناصب، وسايبين الاهم، سايبين حياه الناس، حياه الناس سايبينها، وبيدوروا ناخد ايه؟ اخوان يجروا يعملوا انتخابات الاول رئاسه ولا برلمان، نعمل جمعه قندهار ولا نعمل جمعه الرحيل، نعمل جمعه محاكمه مش عارف مين ولا نعمل جمعه ايه؟ هو ده اللي كان شاغلهم، لم يكن شاغلهم الشعب المصري. لم يكن شاغلهم وقتها 80 مليون ولا 85 مليون، ما كانوش شاغلينهم، شاغلينهم هناخد ايه؟ هنصطع على الحكم ازاي؟ ده اللي كانوا بيدوروا عليه، مش شاغلهم اثيوبيا تعمل سد ويهدد حياه الناس النهارده، ما كانش شاغلهم على الاطلاق، ما حدش فيهم اتكلم كلمه ضد السد ده، لحد ما الاخوان راحوا في 60 70 محدش فتح بقه. جاي النهارده لا ده انا عايزك تقول لو انت عندك شجاعه تطلع تتكلم للناس عملنا ايه، الجريمه اللي عملناها هي دي الجريمه مش حاجه تانية. ما يا سيدي يبقى لك ونظام يروح، لكن في دوله تبقى الدوله، انظمه بتتغير لكن الدول تبقى الدول، لكن كنت بتدوروا على بقاء الدوله؟ ما كانوش بيدوروا على بقاء الدوله، لو كانوا بيدوروا كان عينه لازم تبقى هناك. ايه السد ده وحكايته ويبقى فيه في الوقت ده؟ كان ممكن يتمنع في الوقت ده قبل ما يحطوا طوبه، بس ما كانوش فايقين. مفيش حد حتى عمل تصريح كده انه كذا. حقائق، والشعب لازم يبقى عارف كده، والشعب عارف بالمناسبة، والشعب عارف،
شعب يعني مش لسه هي شعب عارف. عمل مرسي ايه في السنة اللي حكم فيها؟ ماذا فعل؟ راح زار وقابلته مش عارف ايه بتاعة شنطة الخضار في المطار، وراح عشان احل عمل ايه محمد عيسى العياط؟ قال لك المية وبعدين والموضوع مش اشعار مش شعر. مصر النهارده بتقول الكلام، مش الكلام، بتقول الرسائل، لان مصر النهارده واضحه في موقفها. الرئيس موقف واضح. لانه لازم كمان العالم يتحرك. امريكا لازم تتحرك، الاتحاد الاوروبي لازم يتحرك، ولازم يتحركوا بقوه بمعنى قوه التفاوض والضغط على اثيوبيا انها لا تذهب الى الملء، لانه الملء هيكون بالنسبه لنا خط احمر حقيقي وخطر. الملء الثاني خط طبعا. فده دور مين؟ المجتمع الدولي. خلاص احنا عملنا كل المفاوضات وقدمنا كل حاجه ويعني كتير صراحه، كنا زي ما بقول كده دوله بتتفاوض ويعني بمنتهى الاحترام. لكن خلاص وصلنا للمنطقه لاخر محطه، هتعمل ايه اخر محطه؟ ده دور المجتمع الدولي. امريكان يتصوا بيهم، يتواصلوا معاهم، يقولوا لهم يعملوا، لانه في الاخر في مصالح. ولا حد هيقدر يتحمل اي شيء يحدث، ولا حد. انا بتكلم على ميتي. ده امريكا عملت ايه؟ بتعمل ايه امريكا؟ كل دوله بتدافع عن امنها القومي بطريقتها. فلازم نخلي بالنا، نخلي بالنا. تعالوا نتابع سيادة الرئيس اتكلم على ايضا مية ونقطة المية، ولازم نحافظ على كل نقطة مية. شعب كمان احنا علينا دور. البلد النهاردة بتنفق انفاق هائل عشان تزرع. سيادة الرئيس النهاردة بيشرح مستقبل مصر بالميه بتاعته منين بالتفاصيل، بتعمل محطات ازاي وتعمل معالجه ازاي، وبتنقل ميه من مكان منخفض لاماكن مرتفعه المحطات، وبتستخدم ده ازاي. فلوس دوله بتنفق انفاق كبير بدل الميه بتترمي في البحر، ما انا بعيد تدوير هذه الميه ومعالجه تصح حتى للشرب، مش بزرع الزرع بميه، لا مش ميه كذا، لا ميه تصح للشرب، المعالجه اللي بتتعمل. في الاخر ده اكل بتاعنا. نشوف رساله الرئيس ايضا. نشوف. احنا كنا امبارح بنحضر حصاد جزء من المحاصيل المزروعه في احد المشروعات القوميه. وانا لما بكرر الموضوع دوت وبكرر موضوعات اخرى، الهدف منها ان انا اسجل للحكومة واسجل لكل من بيقوم بجهد كبير في بناء الدولة وفي بناء قدرتها، لا بناء الدولة وبناء قدرتها، التقدير والشكر على اللي بيعملوه، بقول لهم يلا ونستمر. وبالمناسبة كل ما تلاقوا تحدي قدام منكم قلقكم ما يتحولش لخوف او تردد او كمون، لا. كل ما يبقى فيه تحدي، كل ما يبقى فيه تحدي، كل ما يبقى فيه عمل وإرادة من حديد، لان احنا نتجاوز ظروفنا ونأكد ان احنا دولة. ده احنا كنا عاملين الاحتفال بتاع الموميات دول لحكام لمصر من 3500 ل 4000 سنة، كانوا قادة وكانوا وطنيين ورسموا وكتبوا
في التاريخ على مدى 4000 سنة حبهم لبلدهم. واحنا برضو لما عملنا النقطة دي كنا عايزين نقول خلي بالكم الدولة دي مش دولة من زمان قوي، ومن زمان قوي الأيام ما كانت المية بتنزل محدش كان لا بيمنحها ولا حد كان بيوديها، هي بتنزل كده ربنا خلى المية تروح هناك وتجيلنا هنا واتقامت الحضارة ديت، والحضارة دي هتستمر، والحضارة اللي احنا موجودين فيها دي هتستمر. هتستمر بإيه؟ أرجع بس للمشروع الأول وبقول هتستمر إزاي. المشروع اللي احنا كنا بنتكلم عليه وفي مشاريع زيه بتتعمل كان الهدف منها إن احنا نستفيد استفادة حقيقية أكتر من مرة واتنين من المية اللي موجودة، وعشان كده بنقول المية اللي موجودة ديت المحطة بتتعمل هناك عشان تاخد مية صرف زراعي وصرف صحي، كانت بيتم إلقائها في المكس هيتم معالجتها وهتستخدم في الزراعة. وأنا بقول الكلام وبكرره ليه؟ عشان يمكن الناس أنا بشوف يعني ما بلاقي تغطية لمشروع بيتعمل فبلاقي الناس بتتكلم بس يمكن حد ما شاورش قوي على موضوع على أحد الحاجات المهمة دلوقتي اللي احنا بنتكلم فيها. فبقول إن المية اللي بنتكلم فيها ديت كانت بتلقى بتستخدم مرة أو مرتين وبعد كده خلاص يعني ما تستخدمش تاني. احنا ما عملناش كده، احنا قلنا لا هنخلي كل فرصة موجودة عندنا في تعظيم الاستفادة من المية هنعمل لها المشاريع الخاصة بيها مهما كان تكلفتها. وانا هقول لكم على رقم خاص بالمية بس في الحتة دي اللي هو المحطة اللي انا بتكلم عليها اللي هي محطة الحمام. انا بتكلم على دي بس احنا هنعمل 15 محطة رفع مية عشان ناخد المية من منسوب منخفض الى منسوب مرتفع في محطة الحمام. ليه؟ لان احنا زي ما قلت امبارح كده ان المية كانت بتي من اسوان لغاية الدلتا دي مية بتمشي بالانحدار الطبيعي للارض، فاحنا ما بندفعش حاجة، جاية من العالي انا اسف للمنخفض، وبالتالي مش محتاجين اكتر ان احنا يعني البنية الاساسية بتاعتنا كانت الترع واللي موجودة كانت بتساعد على كده. طيب لو انا النهاردة حبيت اعمل المية دي اعمل المحطة دي في نهاية الاستخدام بقى هودي المية فين؟ اعملها وارميها البحر ولا اعملها واستفيد منها في اماكن تانية؟ طيب في مكانين دلوقتي موجودين احنا عملنا فيهم كده، واحدة في المحسمة في سينا دي 1,000,000 متر ودي تم افتتاحها من حوالي 8 شهور ولا 7 شهور، والمحطة التانية المفروض ان هي خلال يوليو هنفتتحها ودي 5.6 مليون متر مية كنا برضو مية صرف زراعي وصناعي وصحي، لكن احنا بنستخدمها يعني بنعمل محطات طبقا لمعايير عالمية يا جماعة، يعني مش بناخد مية هنحط نزرع بيها، لا لا ده هيتم معالجتها تبقى زي مية الشرب. فبس هتروح فين؟ اقدر ارجعها تاني من المنخفض لغاية العالي؟ صعب. فكان المسار فين؟ ندخلهم على الاراضي اللي موجودة فين؟ في سيناء. يبقى عملنا يعني حققنا عدة اهداف في وقت واحد، تنمية سيناء، الاستفادة من المية، زيادة الرقعة الزراعية بتاعتنا، توفير فرص عمل للناس، ثم كمان الفراغ اللي موجود في سيناء بشكل أو بآخر يتم ملئه. يعني النقطة المحطة الثالثة اللي بنتكلم عليها هي محطة الحمام، عشان نجيب المية من تحت لفوق حوالي 104 كيلو، حوالي 104 هيتعمل فيهم 14-15 رافع مية يجيبهم من المنخفض لغاية المرتفع، ثم يتم معالجتهم معالجة ثلاثية متطورة يخليهم زي الماء اللي قدام مني دي، يخشوا بعد كده نزع بيهم فين؟ في منطقة
محور الضبعة أو وادي النطرون زي ما الدكتور مصطفى بيقول. طب يعملوا مليون فدان، يعملوا مليونين كده. طب هل تكلفتهم تكلفة بسيطة؟ لا. طب يعني الكلام اللي بنعمله ده بنعمله ليه؟ عشان أنا بعمل أصل كلمة وعدي لهم ما استطعتوا من قوة من رباط الخيل مفهومها عندي مختلف شوية. يعني ناس فاكرها القوة بس اللي هو العسكرية، لا، ده القوة الاقتصادية والقوة الثقافية والقوة الفكرية والقوة المعنوية، ده كله أعداد. الدولة مش 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 مش, مش قدرة عسكرية بس، ده قدرات متكاملة وبيسموها قوة دولة شاملة. عشان أوفر في المليون فدان دول ولا 2 مليون فدان فرص عمل للناس، إنتاج لمصر، استفادة من مية كان ممكن نستفيد منها بدل في مقابلة التطور السكاني. احنا كنا سنة يعني ساعة انا ما توليت تقريبا او 2011 كان 80-85 مليون، النهاردة بنتكلم في 101، يعني في 10 سنين اكتر من 15 مليون. وبالتالي الطلب لدول بيزيد في حاجياتهم، وبالتالي لازم الدولة تتحرك لتلبية ده. انا بقول كده ليه؟ عشان احنا زي ما بقول كده بلقي الضوء على ده ليكم يا مصريين، واللي بيسمعنا يعرف ان احنا بنبذل كل جهدنا بان احنا بنعد نفسنا بشكل جيد، مش بان احنا بنرمي يعني همومنا واحملنا على الاخرين. لا، احنا يعني بفضل الله سبحانه وتعالى بنتصدى لتحدياتنا وبنحاول ان احنا نحلها. ده الكلام على مشروع مستقبل مصر، ميته منين؟ وده دايما الناس نسأل، واحنا من الناس اللي بنسأل كنا، واي ضيف كان بيبقى معانا بيدخل معانا في اي لقاء، الميه منين؟ لان هو موضوع الميه ده المهم. خدنا ميه، سيادة الرئيس شرح لحضراتكم ببساطه تامه، عندنا محطه، عندنا الحمام هنعمل ايه، هنزرع ازاي، كم محطه بنعملهم، تكاليف عايز اقول لحضراتكم مليارات بتتصرف عشان تعمل تدوير للميه او تعمل معالجه للميه في المشروعات اللي احنا بنعملها. مش بناخد ميه اضافيه من اي حد، لا لا لا، دي ميه اهي، بدل ما هي ميه تترمي في البحر، عندك الماكس. وامبارح كان معانا الدكتور نصر علام، فقال والله صدق ما كان بيكلمني هي الميه دي منين قبل ما يطلع هوا، قلت له الباكس، قال يا ده فكره جميله جدا، ده احنا عمرنا ما فكرنا فيها. بتكلم حضراتكم على وزير كان في الحكومه حد 2010، قال لك عمرنا ما فكرنا في الحكايه دي. قال فعلا فكره هائله انها تتعمل النهار، تتعمل وتاخد بدل ما الميه بهنا بتعمل لها المعالجه وتاخد الميه عشان ازرع بيها. مجمع الاصدارات المؤمنه اللي تم افتتاحه النهارده، في ناس طبعا مش عارفه يعني ايه، ما هم هيفضل يشككك في كل حاجه. انت بتعمل المجمع ده، وهوري حضراتكم الفيديو اللي كنت بتكلم عليه في الاول بس بالصوت. الرئيس بيتكلم مع رئيس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الداخليه، رئيس الاركان، مدير او رئيس مجلس اداره المجمع المهندس سامح العكاري، وهنشوف كمان انضم ليهم محافظ البنك المركزي. هسمع حضراتكم الرئيس بيتكلم في ايه، التوجيه اللي قدام حضراتكم. الفيديو ده تحديدا من الفيديوهات اللي لما قعدت بعد ما رجعنا وقعدت تشوف حاجات، عشان خدت الفيديو ده تحديد عشان اسمع حضراتكم رئيس الجمهوريه بيتكلم مع قيادات الدوله على امر مهم. ايه هو الامر؟ يخص مين؟ يخص الناس، يخص اوراقنا. اسمع 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 السيد الرئيس وهو بيتكلم وبيوجه وبيتكلم على الذكاء الاصطناعي اللي عايزينه. انا جاهز، انا جاهز. اسمعوا، عايز اقول لحضراتكم، اقول لحضراتكم عشان لانه في ناس مش عارفه الحكايه خالص 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 خالص.
مش عارفين الموضوع ده ايه حكايته وايه اتعمل ازاي وفين والموضوع ايه. طب هيعمل لنا ايه؟ انا هسمع حضرتك الرئيس بيطلب ايه واعرف، وبعد شويه هسمع حضراتكم جزء من الشرح، جزء من الشرح. وبالمناسبه لسياده الرئيس النهارده قال في حاجات مش هنتكلم فيها، وطبعا في حاجات مش هنتكلم فيها، وحاجات بس حاجات ايه؟ حاجات يعني تطمنك، يعني دي الكلمه اللي اقدر اقولها لك، تطمنك، تطمنك جدا على بلدك، على حاجات كتير تطمنك. اسمع ست الرئيس الاول. انا عايز اطمن ان البيانات اللي انا بقولها دي اللي هيبني عليها هويه، الهويه دي هيبقى فيها مصداقيه كبيره جدا، مش كده؟ تمام. انها بيانات حقيقيه. انا متصور ان الكلام ده هيبقى بشكل او باخر البيانات بتاعته. طبعا طبعا في مؤيدات لده، وما بيتمش اخراج او بناء تاكيد الشخصيه الا بعد التاكد من خلال، وده التنسيق اللي بيتم حاليا مع وزاره الداخليه وبقيه الجهات. الربط اللي ما بيننا وبينهم اللي ما بين المجمع دلوقتي حضرتك، علشان الوثيقه اللي هتطلع تطبع تكون اصلا حضرتك مؤمنه ومتراجعه ومتاكد من كل بياناتها، بحيث حضرتك انها تطلع ببيانات حقيقيه. وفي دلوقتي حضرتك خطوط الربط بيننا وبين المجمع دلوقتي حاليا بتتم. يعني انا هقول مثال، انا دخلت قلت له كود حضرتك، وديته اسمي وديته تاريخ ميلادي من غير ما اقصد غلط، ايوه، وديته لو ليه رقم قومي اديته له برضه ماشي. انا متصور انك انت، والكلام ده احنا قلنا عليه قبل كده، انك انت لازم يكون عندك ذكاء اصطناعي يتيح لك انك انت تقول ايه الولد اللي اسمه ده قدام مني اللي اتولد في المحافظه الفلانيه ودخل عنده من الاسره الفلانيه ودخل المدرسه في التوقيت الفلاني ونجح وطلعت له الشهاده بالتوقيت الفلاني، ودخل المدرسه الاعداديه في التوقيت الفلاني ونجح واديته الشهاده بالتوقيت الفلاني. انا متصور انك انت كنت، وانا كنت قلت لك الكلام ده، ودي حضرتك فيها متاحه حضرتك ان احنا، لا انا قلت ان احنا مهما كان تكلفته هنعمله. ثم ده معناه ايه؟ معناه ان انا قبل ما احدد له شهاده الثانويه العامه، انا الذكاء الاصطناعي قام بمراجعه الموضوع كله وقال ايوه هو الشخص هذا الرقم هذا الاسم ده كان واحد اثنين ثلاثه اربعه، وبكمل له بقى بشهاده الثانويه العامه اللي انا البيانات اللي اخذتها من وزاره التربيه بالظبط. فن سيادتك انا هحترم البيانات اللي جايه من الوزارات، ده مش شغلتك صح، عشان انت ما تتحملش مسؤوليه مش بتاعتك. انا واحد بعت لي ان ده درجاته يا محمد، انا ما اعرفوش يعني حتى الان، فانا هاخد البيانات من الوزاره متوثقه متامنه بشكل كامل وموجوده على البيانات على قاعده البيانات بتاع وزاره التربيه والتعليم اللي موجوده عندنا في مراكز البنات اللي موجوده محمد، وانت ليك مرور عليها. يبقى الكلام كلنا شايفين بعض وبنطلع كلام مفيش محال ان حد فينا يطلع حاجه مخترقه او مزوره او كلام هذا القبيل. تمام. اللي انت عايزه فيه انا جاهز. حاضر. انا بس هطمن سيادتك ان الذكاء الاصطناعي هو الاساس في كل المخرجات هنا في المشروع. تيسير وسرعه وتامين البيانات اللي هتيجي، لان حجم البيانات البيومتريه اللي سيادتك استعرضها دلوقتي حجم اكبر من البيانات النمطيه، ولازم نتاكد ان هي هتصل عندنا. الربط ما بيننا وما بين باقي قطاعات الدوله اللي ليها موافقه بمؤيدات لطلب الخدمه، ده من ضمن القوام الرئيسي لتقديم الخدمه، يعني مش هقدر اصدر الا لما يبقى فيه سامح. اتفضل. احنا هيبقى عندنا مركز بيانات رئيسي. اي تمام. مش كده يا دكتور؟ المركز ده بتاع الدوله. ايوه. وطبعا انا يعني فنيا ما اعرفش ده يتعمل ازاي. حاضر. انا بتكلم على الرباط وعلى القدره على انك انت تعمل في المركز اللي هنا ذكاء اصطناعي زي ما انت عايز يخليك تتعامل مع هذه البنات لصالح انك انت هتطلع حاجه، الحاجه دي هيبقى ليها درجه مصداقيه عاليه قوي. فاحنا مش عايزين نهز المصداقيه ديت، بنقول ايه لا الموضوع ده متراجع والذكاء الاصطناعي تدخل فيه وقال الحكايه كلها، وادانا كمان على البيانات بتاعتنا جوده بالذكاء الاصطناعي، جوده بالذكاء الاصطناعي توصله ل 99%. بس خلي النظم كمان يا فندم، هاتوا النظم، هاتوا وزاره الاتصالات، هاتوا دوله يعني تراجع تاني يا فندم، اللي هو حضرتك تاكيد البيانات قبل الطباعه. لا مش تاكيد البيانات بس، لا
بيشتكي لي بهذا بس. احنا انا قلت الكلام ده من فتره، قلت للدوله يا دكتور مصطفى، قلت يا جماعه لو سمحتم انا مستعد انفق على الذكاء الاصطناعي اللي خلينا نتعامل مع بنات الدوله بشكل متقدم جدا جدا، حتى خلينا نرى ما لا نرى. نرى ايه يا فندم؟ ما لا نرى. الكلام ده موجود في دول متقدمه جدا. المناقشه، المناقشه كلها بتدور حوالين بيانات الناس الحفاظ عليها، وما يبقاش عندي يعني لو في وزاره سين تربيه والتعليم، لو في طالب في التربيه والتعليم اسمه ونفس الطالب ده راح ياخد مثلا خدمه في قوات المسلحه او الداخليه، ما يبقاش في اختلاف في البيانات، تبقى هي البيانات الصحيحه، ما يبقاش في تضارب ما بين بيانات الناس، يبقى عندك بيانات مدققه، وما يبقاش عندك حد يستطيع انه يعمل محاولات تزوير او يدخل عشان يزور ورق او مستندات او يضرب حاجه. لا، النهارده ادي الدوله قدام حضرتك، رئيس الجمهوريه، رئيس الوزراء، قائد العام للقوات المسلحه، وزير الداخليه، رئيس اركان حرب القوات المسلحه، محافظ البنك المركزي، النقد والاموال والفلوس، والمسؤول طبعا في شخصيات اخرى يعني موجوده معانا بس يعني، وطبعا المهندس سامح رئيس مجلس اداره المجمع، ادي قدام حضراتكم. فالرئيس بيدي التاكيد بدل المره 10 مرات على بيانات الناس، الحفاظ عليها، عدم تضارب البيانات، ان يكون عندنا نستخدم كل الوسائل. قال لك الذكاء الاصطناعي انا ما عنديش مستعد انفق اي انفاق عليه عشان نعمله، لانه هيديك درجه اولا امان، ودرجه المعلومات وضبط المعلومات زي ما قال سيادة الرئيس كده بنسبه 99.9 تقريبا، فيبقى انت بتتكلم على درجه امن ويعني وعدم تزوير وثائق ومعلوماتك وبياناتك واوراقك مؤمنه تماما تماما، نقدر نقولها يعني بالنسبه اللي هي تتجاوز ال 99% تقريبا. فهو الدوله بتشتغل كده النهارده، انه وخلي بال حضراتكم ده يبقى متاح. الداخليه مثلا عندها بيانات، فتبعت البيانات اللي عندها للمركز، فالمركز ازاي يسجل بيانات، الدفاع عنده بيانات يبعتها، مجلس وزراء كل الوزارات عندها، الضرائب تبعت، الماليه تبعت، الصحه تبعت، النقل، العدل، كل اللي عنده يبعت بيانات المواطنين. في الاخر مين؟ كل وزاره هي يعني سياده الرئيس توجيهه كمان ايه؟ انه المجمع حتى ما يتحملش المسؤوليه، هو يعتمد البيانات اللي جايه له من الجهه المعينه او الوزاره المعينه. بس في الاخر ايه؟ ما يبقاش هناك تضارب، انه لو اسم واحد يبقى بياناته اللي موجوده في كل حته في مصر هي بيان واحد. بيان واحد. يعني كل واحد يبقى له زي ما نقول كده عنده رقم قومي، فالرقم القومي ده ما يبقاش عنده 3 4 بطايق، ما في ناس كانت بتضرب بطايق. ده مش هيبقى متاح دلوقتي. في ناس بتعمل جوازات سفر مزار، ده مش هيبقى متاح دلوقتي. في ناس بتعمل حاجات كتير، خلي بال حضرتك هتعمل ضبط، انت ما عندكش ضبط حتى للبيوت بتاعتنا. ولا عندنا ضبط المناطق بتاعتنا، ولا الارض بتاعتنا، ولا لاي شيء، ما عندناش ضبط في حاجات كتيرة، يعني يمكن في معظم الحاجات اللي عندنا ما عندناش رقم صحيح. لما تيجي تتكلم على عقارات في مصر، الاسكان عندهم رقم، والماليه عشان الضريبه العقاريه عندهم رقم، ومش عارف التنميه المحليه عندهم، 3 جهات في البلد عندهم 3 ارقام، ما فيش عندي رقم موحد، كل واحد عنده حسبه. طبعا مفيش حاجه اسمها كده، لازم وعندي رقم. لما اقول عندي كام عقار في مصر كذا يطلع رقم واحد، محدش، مش كل جهه تقول رقم. مثلا انا بدي مثل، لان هو ده اللي موجود لحد، لان ما عنديش حصر، ما عنديش الحصر هيبقى موجود عندك دلوقتي. هتعمل ده ليه؟ كل وزاره هتعمل اللي عندها وتبعته للمجمع ده، والمجمع ده يكون عنده ايه؟ كل حاجه خاصه بالناس. امن تاني هو ده. فانت هنا في منتهى السريه. المكان ده بقول لحضراتكم الاماكن اللي هو فيه، واتكلمت في الحكايه دي وافضل اتكلم فيها
الحدث مهم قوي، اعلى مستوى من التامين اللي هو في حاجه الشعب، اوراق مستندات، مش هيبقى بعد كده عندي ورق برايق. لا لا خالص، ما الحكومه هتشتغل ازاي؟ الحكومه رايحه حكومه ذكيه اللي رايحه العاصمه، خلاص مش هيبقى عندنا ورقه وقلم، هيبقى عندنا المركز اللي عندك ده، عندي مستندات، عندي هنا، عندي في الدفاع، عندي، عندي في الداخليه، عندي، عندي في المركزي، عندي، عندي في البنوك، عندي، عندي في الصق، عندي. هو هو ده. والرئيس استمع شباب النهارده كمان، تنبسط المكان والشغل، وان احنا دخلنا في مرحله جديده. سياده الرئيس النهارده قال حاجه مهمه قوي، قال المكان ده بعض الدول عندهم نماذج يعني، بس يبقى عنده ايه حاجه محدده، مش زي ده. قال المجمع ده بالتفاصيل اللي فيه من الدول القليله في العالم، قال لك يعد يمكن على اصابع الايدين، اللي احنا بقينا النهارده واحده منهم، اللي نملك النهارده، مش لسه، لا نملك النهارده بقى عندنا خلاص. بقول لك تجارب بقى لهم سنه كامله تجارب عشان تصل لليوم اللي هو دور حاجه موجوده خلاص حاجتك، لانه الدوله بتشتغل من بدري، دولة مش بتشتغل كل حاجة تيجي تشوف زي النهاردة كده تعمل كروت زي بتعملها، هتعمل هنا. طيب نعمل طباعة، كان الناس بتتكلم على لا في حاجات أخرى في أماكن تانية، ولكن ده النهاردة نتكلم على وثائق زواج أو طلاق أو مش عارف إيه، هنا دي مؤمنة، ما في حاجات كانت بتتعمل وعدد كذا، والوزير عمر مروان كان بيتكلم في ده، وهناخد جزء من كلمته بعد شوية. دكتور محمد منعيت اتكلم، وبيتكلم على الضرائب، بيتكلم على ويمكن الرئيس قال له طبعا بنفيد وفيد، لكن انا في الاخر انا عايز المنظومه كلها. جمارك قال لك حاجات بتتهرب مباشره، النهارده هتقدر ترصد حتى لو حد نزلت على مكان بحاجه معينه، لان كل حاجه تبقى عندك مسجله مدققه، تعرف الحاجات دي مهربه ولا الحاجات دي رسمي، داخله بالطريق الشرعي ولا غير الشرعي، هتقدر تعرفها. حجم مثلا مصنع معين، حجم الانتاج بتاعه هتقدر تعرفه، زي ما بقول لحد في افادة كتيرة جدا للبلد وللناس كمان، يعود على الجميع. تعالوا نتابع مع المهندس سامح اللي حصل النهاردة، يبقى يشرح لنا جزء من منظومة المجمع. فالمهندس سامح العكاري يشرح لنا، رئيس مجلس إدارة المجمع طبعا، مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، وزي ما بقول لحضراتكم الشباب اللي بيشتغل والناس اللي بتشتغل عشان الناس تعرف هو المجمع ده ايه، حكايته ايه. هناخد جانب من شرحه النهاردة في هذه الاحتفالية اليوم بافتتاح المجمع اليوم، واللي بدأ رسميا النهاردة. تعالوا نتابع حكاية المجمع ده ايه، نشوف. اسمح لي يا فندم، هستعرض ابرز مكونات المجمع، فهو يتكون من مناطق تصنيعية عديدة تحتوي بداخلها على خطوط تكنولوجية متكاملة. وحقيقة الامر ان اشير أن كل منطقة في مجمعنا تضاهي مشروع مستقل في المشاريع الدولية. أولى تلك القدرات وأبرزها هو خط من أحدث خطوط تصنيع الأوراق المؤمنة ومستلزمات طباعة أوراق البنكنوت وتصنيع الشبكات العلامات المائية الخاصة بها لتوفير كافة الاحتياجات الوطنية من أوراق المستندات الرسمية وأوراق طباعة النقد لصالح مطابع البنك المركزي. تظهر أمام سيداتكم يا فندم عينات فعلية تم تصنيعها بكوادر المجمع وبقدرات المجمع، وأشاد بها المختصين في البنك المركزي وجودتها. ننتقل يا فندم إلى مصنع إنتاج الهولوجرام، وهو يعد من أكبر مجمعات صناعات الهولوجرام في العالم بمختلف تطبيقاته وأحجامه، ويستخدم في العديد من الحلول التكنولوجية، أبرزها
حماية وتأمين الوثائق والمحررات الرسمية ضد التزوير، ويعتبر هو الأحدث كبديل للأختام التقليدية. منع الغش التجاري، إمكانية التتبع الآلي لكافة السلع والمنتجات. وتسمح لي يا فندم في ضوء توجيهات سيادتكم خلال افتتاح مدينة الدواء بضرورة توفير منظومة لتأمين وحوكمة منتجات المدينة، أحيط سيادتكم علما يا فندم أنه تم التخطيط الفعلي بالتنسيق مع المختصين، وذلك بدءا من التشغيل الخاص بمنتجات المدينة لإنتاج الملصقات التأمينية ولصقها على المنتجات الدوائية. ننتقل يا فندم إلى خطوط تصنيع الكروت والبطاقات الذكية وأبرز تطبيقاتها: الكروت مسبوقة الدفع، الهوية الذكية الموحدة، الخدمات المصرفية بأنواعها، صفحات بيانات جوازات السفر، والتي تتيح إمكانية إضافة خواص تأمينية وشرائح إلكترونية ذكية تمنع أي محاولات للعبث أو التزوير بها. مركز تجميع وتحليل بيانات، وهو صرح تكنولوجي عالي المستوى، هو الأحدث من نوعه في العالم، ويتميز بالعديد من التقنيات تحقق أعلى معايير الحوكمة الآلية وتنظيم كافة وظائف الخطوط التكنولوجية السابق عرضها، وتساهم بشكل فاعل في إتاحة أفضل بيئة رقمية مطلوبة لتكون بمثابة بوابة إلكترونية بالتنسيق التام مع كافة جهات الدولة. أما يا فندم على مستوى المواطن، فهناك تلك التطبيقات وفائدتها تؤدي إلى تحسين جودة الخدمات والسلع المقدمة للمستهلك، مع حصول المواطن على خدمات حكومية ميسرة من خلال تقليل التعامل البشري والحد من آثار الروتين، مع توفير الوقت والمجهود للحصول على الخدمات وإتاحة الوسائل والأدوات اللازمة المواكبة للتحول الرقمي والدمج في مبادرة الشمول المالي. ده جانب من الكلمة اللي هي بتوضح لنا أهمية المجمع ده والعائد على الناس، العائد على المواطنين. هيستفيد ازاي؟ خدمتك قد ايه؟ التسهيل ازاي؟ حتى لو بنتكلم حتى على السلع، يعني مش مجرد وثائق خلاص، لا، كل الأنظمة الخاصة بالدولة موجودة في هذا المجمع. تعالوا نشوف كمان السيد الرئيس وهو يتحدث أيضا عن هذا المجمع وأهمية هذا المجمع. بسم الله الرحمن الرحيم، وكل عام وانتم طيبين بمناسبة يعني قرب حلول شهر رمضان، وإن شاء الله يبقى علينا كلنا بخير وصحة وسلامة وتوفيق. واسمحوا لي إن أنا أبدأ كلامي بإن إحنا يعني شفنا نموذج من ثلاث وزارات بتقدم اللي ممكن حتى الآن يتم التعامل بيه من خلال هذا المجمع. وأنا عايز أقول لكم إن إحنا لما فكرنا في المجمع ده في 2015، يعني ما كانش أبدا واضح لكتير من اللي إحنا بنتكلم معاهم فيه الهدف منه. يا ترى يعني إيه الكلام دوت؟ وكنا دايما بنقول إن المجمع ده هيعمل معانا نقلة كبيرة قوي، خاصة لو حطينا ده مع فكرة الحكومة الذكية يا دكتور مصطفى اللي احنا رايحين لها في العاصمة. احنا كنا بنتكلم كتير بانه احنا عايزين نطور بلدنا، وعايزين نطمن ان احنا ماشيين بشكل جيد، بنتكلم في الفساد ونتصور ان الفساد ارادة سياسية فقط. لا، مش ارادة العاملين في الدولة ان هم يحققوا كده، لازم يكون في نستفيد من العلوم ومن التكنولوجيا اللي موجودة المتاحة في العالم عشان تساعدنا على ان احنا كل المستهدفات او كل الاهداف اللي احنا حطيناها ممكن تتحقق. واللي يبقى احنا بنتحرك وقت كتير قوي وبنضيع جهد كبير قوي وما بنحققش اللي احنا عايزينه. وخلينا اقول لكم، هما يعني الدكتور معيد يمكن حط يعني اتكلم على الفلوس، لكن ده مش ده بس المطلوب، لكن هو حب يعني يقول ايه، انا يعني من خلال اللي انا هعمله ده انا هقدر اعظم الموارد بتاعت الدولة. وده بصراحة امر ايجابي، لان احنا كل ما هنجيب برضو ده فساد ان حد يتهرب من التزاماته المالية الدستورية طبقا للقانون
اللي بتحددها الدولة ويتهرب منها ده أمر مش جيد، وده فيه فساد أيضا. فمعنى أنه بس أنا حبيت أقول إيه، أن مش القضية فقط في لوزارة المالية أنه هو يعني يجابه التهرب الضريبي أو يأخذ مستحقاته، لا، إحنا عايزين نثق في أنفسنا. أنا أتصور أن مجمع الوثائق المؤمنة هيضيف يعني هيضيف لبنة جيدة في أن إحنا نبقى واثقين في أنفسنا. لما نيجي نقول الشهادة دي محدش بقى يتحسب يقول لي لا دي ممكن تكون مزورة، ده ممكن يكون، لا لا مش هيبقى كده. مدام طلعت من المركز هنا خلاص بنسبة كام؟ 99.9. طب انا سايب 1% ليه؟ لان برضو يعني مش عايز اقول المستحيل، يعني مستحيل ان يتعمل ده، لكن بنقول يعني هيبقى قد يكون مستحيل. وبالتالي لما يجي نقول النهاردة الشهادات اللي موجودة مع الطلبة بتاعتنا في مراحل التعليم المختلفة زي ما تقال، او في الجامعات ورسائل الدكتوراه زي ما بيتقال، خلاص كل واحد معاه وثيقة يصعب او يستحيل ان هي تبقى مزورة. انا بقول ده مع الجهد اللي الدولة بتعمله في الحكومة الذكية اللي هيكون في العاصمة الجديدة، حطوا الاثنين مع بعض وشوفوا النتيجة بتاعت الدولة المصرية هتبقى عاملة ازاي عند ان احنا نمارس هذا العمل بالطريقة ديت. فالفكرة كلها كمان بالاضافة لكده ان مش بس منع الفساد، لا، حوكمة اجراءاتنا. ارجع مع حضراتكم مرة تانية. سيادة الرئيس كمان اتكلم على المعلومات وازاي يتم الحفاظ على بيانات الناس، وسواء بيتعاملوا مع اي جهة ياخدوا ايه، يتعاملوا ازاي، اتاحة المعلومات، خطورة المعلومات، والمعلومات المؤمنة كنز ولكن كمان ممكن تعمل مشاكل للبعض. فكان له توجيه محدد لكل الجهات وكل مؤسسات الدولة خاصة وهي تتعامل مع هذه المعلومات وسرية المعلومات. الهدف كله احنا بنحافظ على بيانات الناس وسريتها. نشوف ماذا قال الرئيس. اتقال كلام مهم انه دكتور تير، وانا هتوقف قدامه. البيانات والمعلومات كنز يا جماعة، كنز، وحاول تعبير صعب، وعورة. انا هحط على كارت الطالب كل البيانات وتبقى متاحة، ويبقى بيانات الطلبة كلها يعني عايزين ننتبه قوي قوي ان احنا واحنا بنتيح البيانات ديت ان الانساق بتاعت والمركز هنا عنده القدرة دي، والنظام اللي احنا عاملينه بتاع قواعد البيانات يا دكتور مصطفى معمول في الحكومة ان مش كل واحد يطلع على الجزء الخاص بيه. يعني لو انا رايح النهاردة تأمين صحي مثلا ومعايا الكارت او البطاقة الخاصة بي، اخش على المستشفى اللي انا هعمل فيها هاخد منها الخدمة تشوف على التاريخ الطبي بتاعي، لكن ما تشوفش بيت حاجاتي، ما تشوفش انا اي حاجة تانية. كل جهة معنية بالبيانات هتشوف البيانات الخاصة بيها، لكن البيانات العامة دي مش هتبقى متاحة ان انا اي حد يشوف كل حاجة، ما ينفعش. فنرجع تاني واقول خلي بالنا ان احنا واحنا بنتكلم على القدرة التكنولوجية لازم برضو نبقى عندنا تقدير وتقييم لمخاطر القدرة التكنولوجية، ما فيها ليها مميزات، ولازم نبقى برضو متحسبين ان يكون ليها اي شكل من اشكال الضرر. ارجع تاني واقول ان احنا محتاجين ان احنا نوصل كتير جدا من بياناتنا خاصة الحكومة. يعني ارجع اقول ايه، هاتولي حصر بالأراضي بالمنشآت اللي خاصة بالدولة ومدى توثيقها، يعني ليها وثيقة كده، وثيقة تقول ده بتاعت الدولة. صدقوني كتير من الكلام ده مش موجود. اللي بيعرف الحكاية بقى يعرف ان المكان ده ممكن يبقى فيه كلام من ده، يخش ويشكل مركز قانوني ضدي يعني او ضد الدولة، ودي بتاعتي، ويخش بالمحكمة وانا هحترم حكم المحكمة. فاحنا محتاجين واحنا بنعمل كده نحيي
كل البيانات وكل الوثائق وكل التسجيل ويتم التسجيل دلوقتي، وفي خلال مثلا 6 شهور سنة نكون خلصنا هذا الموضوع. بس نحن في نهايته بنقول لدينا مش قواعد بيانات، لا لدينا عقود مؤمنة موثقة لكل ما لدى الدولة حتى الأراضي الكبيرة. يعني الدولة كلها المليون متر دول، المليون كيلومتر دول يبقى ليهم شهادة وليهم وثائق وكلام من هذا القبيل والاستفادة من اللي احنا موجودين فيه. هنا فكرة الحوكمة ان كل حاجة في البلد تكون موثقة، مينفعش الدنيا تبقى متسابة كده، حد واخد اراضي بتاعة هنا، حد تاني واخد اراضي من الاوقاف، حد تالت وضع ايده على اراضي خاصة بكذا وكذا، وبالتالي عايزين توثيق لكل هذه الاراضي. سيادة الرئيس حتى قالها بشكل واضح، الاراضي دي موثقة 1,000,000 كيلومتر مربع، لو عملنا ده وحد قال لك لا ده دي ارضي خلاص روح للقضاء والقضاء حكم ليك، فضل ما عندناش اي مشاكل. بس على الاقل الهدف النهارده كل حاجه في البلد تكون ايه، موثقه ومؤمنه، حوكمه كل شيء، اراضي، بيوت، ناس، كل ما هو يتعلق بدوله، اركان الدوله. الرئيس اتكلم على المشروع ده وقال هل المشروع ده كنتوا حد يعرف عنه حاجه؟ ما حدش يعرف. قال طب ما عندنا حاجات تانية كتير، لو انا عايز كل يوم اعمل افتتاحات اعمل افتتاحات، لو انتوا كل يوم اقدر اعمل افتتاح زي كده. تعالوا نشوف ماذا قال الرئيس. خلي بال حضراتكم الرساله هنا ايه لحضراتكم، تبقى عارف بلدك بتشتغل، عندك مشروع هائل زي اللي قدام حضراتكم اللي بتتابعوه ده، متكلف حوالي 1,000,000,000 دولار، ده الرقم اللي قاله الرئيس النهارده، 1,000,000,000 دولار تكاليفه لكل شيء. بس هو خلي بال حضراتكم المبلغ مع امان مصالحنا وورقنا ووثائقنا ومسنداتنا وامان كل حاجه في البلد، اللي هي تبقى كل حاجه موجوده زي ما يعني تبقى على المسطره كده موجوده، ولا شيء. تاني بقول ولا شيء ليه؟ بمعنى انه كل الواحد في 100 مليون واللي جاي واللي جاي واللي جاي هيعود عليه بالفايده. نشوف ماذا قال الرئيس، متابع. انا لو عايز افتتح كل يوم مشروع كل يوم، بس خايف عليكم، والله خايف عليكم. لو كل يوم في مشاريع تتفتح كل يوم كده، اتعملت ازاي؟ اتعملت بجهدكم وبفكركم وبإرادتكم وبأموالكم. لو عايز كل يوم مشروع بمستوى موجود، فكل شوية نطلع مشروعين ثلاثة كده عشان بس ايه يعني نطمن نفسنا ونطمنكم ان احنا ماشيين على الطريق الصحيح. الرسالة هنا المحددة، ده معناه ايه؟ انه في شغل بيتم، في مشروعات، ولسه بقول لحضراتكم وبداية الحلقة الكام يوم اللي جايين هتشوفوا حاجات وتسمعوا حاجات، في شغل بيتم محدش يعرف عنه حاجة. زي ما حضراتكم هتشوفوا كده يعني افتتاح الصبح، تلاقوا حضراتكم بتتفرجوا عليه بتتابعوه عشان الناس بتشتغل. معناه ان احنا لم نتعطل بالشكل اللي هي الدول الاخرى رغم كورونا، تجاوزنا هذا الامر، اشتغلنا. الرئيس قال لما يبقى عندنا اي مشاكل اشتغلوا اكتر، لما يبقى عندكم تحديات اشتغلوا اكتر، وعشان كده البلد بتشتغل اكتر. ليه؟ ما انا بقول لحضرتك اللي بتعمله البلد مضايق دول دول دول، مش سعداء ان انت بتعمل كده، ليس سعداء. عايزين حاجتك كلها تبقى موجوده في الشارع، تبقى موجود، يدخل يعني يعملوا عليك مش عارف ايه ويسرقوا لا دلوقتي مش هتقدر تعمل كده. حاجتك في ايد امينه بمعنى الكلمه اللي انا بقولها، في ايد المخلصين، في ايد ايه؟ المخلصين. معلوماتك وبياناتك واوراقك وكتبك وتعليمك وضرائب كل حاجتك في ايد امينه، فتكون مطمئن قدامك كل حاجه في اعلى مستوى اهو قدامك. الرئيس كمان لما يعني وجه شكره للناس الشباب
عندنا في مصر يا جماعة، والله عندنا في كل حتة. اوعى تفتكر بلد دي، البلد دي عندها في كل مكان، في كل مكان عندها ناس نوابغ وخبرات وناس متعلمة بجد وشباب شاطر والناس الخبرات، الناس القدام اللي عندهم خبرة، ما هم دول هو البلد. مين بيبنيها؟ الناس بتسلم، جيل بيسلم اللي بعده. بس المهم تدور نار.